السلام عليكم ورحمة الله. ذكرني هذا الخبر ديال هذه البنيات المنقبات اللي تمنعوا من انهم يدخلوا للمؤسسة التربوية، سواء في مديرية قلعة سراغنا سواء في مديرية بوسكورة. ولا مشيتي الفيديو ديال مديرية بوسكورة، رجع لي حاول تشوفه. تلميذة منقبة كتمنع، كاينة في الثانية بكالوريا كتمنع انها تدخل القراية، وهذه دابا شهر مسكينة ما داخلاش. وهاد التلميذات المنقبات اللي في مديرية قلعة سراغنا راه ضربوا تا هما شهر ولاو تيفكروا في الانقطاع. كتقول لك اللهم نمشي انا كاع ما نبغاش نقرا، ولا انني نتمنع من النقاب نحيدو. يعني هنا واحد علامة استفهام كثيرة كطرح، كاين اشكال. هاد القصة هادي غادي نرجعوا ليها دابا بواحد النقاش ان شاء الله مستفيض. ذكرتني بواحد القصه وقعت لي مع مدير معين في زمن معين في واحد المؤسسه تربويه. كان معنا استاذ ماده التربيه الاسلاميه، تيلبس الجلاب، الجلباب لباس المغربي، ودائما تيلبسو تيجيب الوزره ديالو، خدام خدمته غادي مزيانه اللهم بارك، والمفتي ديالو مراقبو، غادي الامور ديالو مزيانه. فكيكلمني هذا المدير هذا، قال لي هضر معاه زعما ما يبقاش يلبس هذيك الجلابه ويولي يلبس القوامج وكذا والكوستيمات، وراه لباس لا تربوي وكذا وكذا. فخرج مني انا شي تخت من الداخل طلع، فتنقول ليه اللباس اللي بان الجلباب هذا لباس وطني، هذا الاول. ثاني حاجه انت كتقول ليه لباس لا تربوي، انت اعلم ام جلاله الملك الله يحفظه الله يرعاه اللي حنا مبايعينه، اللي كيلبسوا في استقبال رؤساء الدول، وكيلبسوا تيستضف به تيفتتح به مشاريع تربويه ومشاريع تنمويه ومشاريع اقتصاديه ومشاريع عسكريه، وكيلبسوا في التظاهرات الدوليه والوطنيه، وانت كتقول لي بانه لا تربوي، انت اعلم ام هو؟ من ذاك النهار خديتها انا في هذيك السنه تقريبا كان يوميا عندي الجلباب، انا وليت تلبس ذاك الجلباب. فعلاش حنايا غنحاربوا النقاب ونحاربوا الجلباب ونحاربوا هذه المظاهر هذه اللي كتدل على التدين؟ هنا علامه استفهام كتكون كثيره سبحان الله. وما تظنوش ان الناس زعما راه خايفين، والناس راه مرعوبين، والناس راه المغاربه الحمد لله سواء عنده الظاهر ديال التدين ومظاهره سواء ما عندوش، راه متدين بالفطره وباغي وليداته انهم يدينوا بالفطره. هاد البنيات هادو ملي كيتمنعوا انهم يدخلوا المؤسسه التربويه وكيتمنعوا من حقهم في التمدرس، ضامنوا لهم الدستور مواطنات مغربيات حقهم انهم يتمدرسوا، والوزاره كتبذل مجهود، وزاره التربيه والتعليم والدوله كتبذل مجهود كبير، ميزانيه كبيره خارجه ومكاتب الدراسات ومشاريع الرياده وما هم يعني اطلع المشاريع اللي خدامه فيها الوزاره باش تحارب ليك الهدر المدرسي، وباش ما التلامذ ما ينقطعوش على الدراسه، وباش تحارب ليك البطاله من بعد، وباش تحارب ليك العنف من بعد، وباش تحارب ليك الظواهر السلبيه. فكتجي انت بجره قلم ولا غير بكلمه ما تقدش عليها بطبيعه الحال بجره قلم، لانها فيها المساءله القانونيه وحنا غنجيو لها من بعد، كتمنع التلميذات من انهم يدخلوا حقهم هذاك، فراه منعتيهم من حقهم الدستوري وهو حق التمدرس، وكتخالف السياسات اللي غادي عليها البلاد. السياسات اللي غادي عليها البلاد تتخالفها، وهنا غادي نهضر معك واحد المثال، ونبغي هذا الفيديو انه يوصل لهذا المسؤول اللي داير هذا القرار هذا. أنت أعلم أم جلالة الملك؟ في الحرمة الأكثر، حرمة المؤسسة أم حرمة القصر الملكي ديال أمير المؤمنين؟ اللي خلى المنقبة أنها تدخل، وخلى المحتجبة أنها تدخل، من بعد كأس العالم ديال قطر، واستضاف أمهات اللاعبين. والاصناف كلها شفناها، اصناف كلها ديال المجتمع المغربي، وعايشين الحمد لله في تعايش وفي تكامل وفي تعارف وتراحم بيناتنا، وما كاينش الحمد لله الكراهيه. والمنقبه تشوف اختها راه عاديه بحالها بحالها، مختلفه معاها هذه دايره معصيه الاخرى دايره مخالفه كذا، وكاين الاحترام وكاين التقدير الله اكبر، ومتعايشين بيناتنا. وتتلقى كثير هي المرات اللي شفنا فيها منقبه غاديه مع بنت وغير محتجبه، ما ستر حتى حاجه، وغادي مع بعضياتهم ومعتبره مخطئه، والاخرى محتمله لها قرار وغادي مع بعضياتهم. وانت كتجي كدير هذه القرارات هذه اللي كتبت فيها الكراهيه، وجلاله الملك احترمها وخلاها دخلت للقصر واستقبلها وهضر معاها وابتسم لها في وجهها. انت علاش جيت منعتي الميدان انها تدخل المؤسسه من حق في التمدرس؟ وانت لست مسؤول بجرد قلم، انت غتجي واحد اللحظه وما غاديش تبقى، وكتخلي من وراك السلوكات والتصرفات. فراه كاين اشكال كبير، حنا راه في بلاد امير المؤمنين، والتدين هذا من صلب الدين، اماره المؤمنين للشرعيه ديالها عندها الشرعيه الاولى الشرعيه الدينيه، اضافه للشرعيه التاريخيه والجغرافيه، وانت غادي الشرعيه الدينيه من شرع الله سبحانه وتعالى باش حاكمنا امير المؤمنين، واش حنا مبايعين وبيعه لا نقيلها ولا نستقيلها ان شاء الله عز وجل، وانا اتحدث والاذان سير من باب نصره الحق. خلي البنيه انها تمشي تقرا، وغتقول راه الاشكال اشكال امني، ما كاين لا اشكال امني لهم يحزنون، حنا دوزنا قرينا في كورونا وكلنا عشنا فتره كورونا وسلكنا سيدي ربي خرجنا سالمين الحمد لله، وقرينا الوليدات من بعد الحجر الصحي، كل شيء جاي باجباريه الكمامه، ما كتعرفش شكون اللي عندك، ونتحدى اي واحد يقول لي راه كان تيعرف التلميذ ولا التلميذه، ما تتعرفوش واش فلان ولا فلانه. وفي الاجراءات ديال البكالوريا كانت الاستاذات هما اللي كيتعرفوا على التلميذات، الاستاذ ممكن تكشف ليها وتشوفها وتعرفها وتعرف عليها، المنقبه راه كاينه استاذه غادي تحيد عليها النقاب وتاكد وتشوف البطاقه وسارينا. ثم شكون هي هذه المنقبه اللي غادي تجي هي وتدرج وتجي دير لك انت روينه في مؤسسه تربويه؟ لا، كاينه السيبه. وشحال هذا عدد ديال الاشكالات اللي تقدر تكون سبابها النقاب؟ لا سلمنا جدلا ان الاشكال كيف فيه اشكال امني، شحال كاع ديال هادو اللي غيجي تلبس النقاب ودير مشكله عندك في المؤسسه. فما بقاش الا انسان، شي انسان اللي عنده شي خلفيات ايديولوجيه وكذا خليها ابار، راه انت كتقرر وليدات المسلمين كاملين
وفي بلاد اسلامي وخدام خلصه كتخلصها لانك خدام في مؤسسه في بلد عمومي، في مؤسسه عموميه في بلد اسلامي عنده خصوصيته، عنده خصوصيته. والنقاب، النقاب هذا راه متجدر في المغرب وفي المغربيات، وجا التدين الحمد لله، جا الاسلام وزكاه وثبته، وجداواتنا كلهم الحمد لله كانوا منقبات. فالله يرحم الوالدين، عطاو البنيات حقهم. وبالنسبه لنا حنا الساده الاساتذه كلهم الحمد لله تنقريو وليدات الناس كاملين، كنستقبلوا البنيات كاملين والوليدات كاملين، اللي تيتعاطى كنستقبلوه، اللي سليم كنستقبلوه، اللي عنده عاهات كنستقبلوه، اللي عنده من ذوي الاحتياج خاصة كنستقبلوه، اللي عنده امراض نفسيه سببها والدي واحيانا سببها اساتذه واحيانا سببها مديرين، كتستقبلوه كتسل الشوكه بلادهم وتتقريهم كاملين. اللي دايره الحجاب مرحبا بها، واللي دايره النقاب مرحبا بها، واللي ما لابساش مرحبا بها، واللي نص نص مرحبا بها. وكنحاولوا اما كنتعاملوا معاهم كاملين بحال بحال سواسيه. هذه دارت النقاب ولا دارت الحجاب، هي تقدمت عن سيدي ربي بخطوه بينها وبين ربها سبحانه وتعالى، انا ما غندخلش ليها. وهنا غنفتحوا القوس ديال الحريات الشخصيه، وان كان الامر والنهي فيما يتعلق بشرع الله عز وجل ما داخلاش فيه الحريات، الحريه هي الوقوف عند حد الله وعند شرع الله، فهذا من جهه. من جهه ثانيه الحريات الشخصيه اللي كيتغنوا بها شي ناس، ياك من حريه البنت انها ما ديرش الحجاب، كذلك من حريتها انها دير الحجاب، اختيار شخصي ديالها، علاش غندخل فيه انا؟ خالفت القانون الداخلي للمؤسسه، القانون القوانين الداخليه للمؤسسات تنص على على اللباس الساتر، ما غنديروش بحال هذاك اللي دار المؤسسه اللي انتشرت في البدايه ديال شهر سعود، اللي قال لك الجلباب ما خصوش يكون، هذه راه روينه. على مني ما تجيبش البنيه الجلباب اش غتلبس؟ فرض عليها السروال كذا ديال الجيل خاصو يتلبس، باش من منطق تهضر؟ تهضر انت مع القوريات؟ خلي وليدات الناس اللي وفقوا سيدي ربي لشي حاجه، لبسات الحجاب مرحبا ببنيتنا، ما لبساتوش مرحبا ببنيتنا، الوليد التزم وبدا كيصلي وكذا مرحبا بولدنا، باقي ما صليش باقي ما التزمش باقي ما داش مرحبا بولدنا، وتنقاويوهم كاملين. لانني انا وياك لا الاطر الاداريه ولا التربويه ولا 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 غيرهم، دورنا احنا اننا نقريو هذوك الوليدات، المهمه عندنا اما الاداره واما التدريس. فخاصك تجي تقريه تربيه ونحن نربي قبل ان ندرس، فحيد عليا الايديولوجيا ديالك ابار، راك كتكلم مع وليدات المسلمين وكتهضر مع ناس مسلمين، فخلي البنيه تلبس حجابها. وفي هذا السياق غتكلم مع الناس كاملين مع المسلمين كاملين، لماذا تقبلون مثل هذه التصرفات؟ لماذا توافقون على مثل هذه التصرفات؟ فلتكن للإنسان كلمة ولتكن له وقفة، الحمد لله محترمة للضوابط الشرعية، محترمة للقانون، بدون إساءة، بدون سب، بدون شتم، بدون تكسير، بدون ضرب، بدون تجمعات، ما هياش أمور الحمد لله تكون شرعية بالضوابط الشرعية وتكون قانونية. وخذ بنتك حقها، علاش بنتي أنا ما تقراش؟ لما باش من مستند أنت قانوني غادي تمنعها؟ الدستور تيكفل لها، شرع الله سبحانه وتعالى تيكفل لها انها تلبس حجابها، الدستور تيكفل لها انها تلبس حجابها، المذكرات المنظمه للحياه المدرسيه والمنظمه للاشتعال المدرسه والمراقبه المستمره وغيرها وتسير، ما كتمنعش، ما كاينش مذكره تقول لك ممنوع لبس النقاب، ولو كانت غتولي حتى هي محط نقاش ومحط كلام. فالله يرحم الوالدين، خلوا البنيات ياخذوا راحتهم، وما عمرنا نفصلوا السياق الوطني ديالنا، السياق المحلي على السياق الدولي، رحنا في واحد الموجه وحده. موجة وحدة ديال محاربة الدين، سواء قصد ولا ما قصدش هذا الإنسان، ولا نعرفه، كنهضروا على السلوك، على التصرف، هو اللي خلانا نهضروا. لا السياق الدولي مختلف، لا السياق المحلي مختلف، فاحنا في دوامة وحدة. الدوامة كلها، التيار كله اللي جاي محاربة الإسلام ومظاهر الإسلام، فما نكونوش حنا سبب ونعاونوا هذا التيار هذا اللي غاد. خلي وليدات الناس مؤسسة تربوية، مؤسسة تربوية خصها تربي، ما تكونش هي سبب في الهدر المدرسي، ما تكونش هي سبب في نشر الكراهية، ما تكونش هي سبب في نشر العنف والتنمر. باش كيفاش غيحسوا هذوك البنيات دابا وهما ممنوعات وغيرهم تيقرا؟ فين هو مبدا الانصاف وتكافؤ الفرص؟ مشى كتغنى به الوزاره ديما وكنحاولوا ما امكن اننا ناجروا احنا ونطبقوا عمليا داخل الاقسام، فكنتفاجئوا بحال هذه القرارات هذه. خدم السيد المسؤول، خدم واجتهد انك من جهتك ترفع الدرابو ديال البلاد، من جهتك تحقق لنا ارقام تكون حقيقيه، من جهتك تخرج لنا متفوقين في جميع المجالات، في العلوم الشرعيه وفي العلوم الوضعيه وفي العلوم الرياضيه وفي جميع المجالات، ويكون عندنا احنا الحمد لله متخصصين يخرجوا من المؤسسه ديالك ويوصلوا لابعد الحدود يرفعوا الدرابو ديال البلاد. هذا هو اللي خاصك، احنا فين خاصنا نسلطوا الضوء، نحاربوا المشاكل النفسيه اللي كتكون عند الوليدات والكلاكيع النفسيه اللي كتكون عندهم، وتما فين نبذلوا مجهودنا احنا، نشوفوا الاشكالات الاجتماعيه اللي كاينه عند الوليدات ونبذلوا فيها مجهود، نفعلوا الخلايا ديال المؤسسات، خليه اليقظه، خليه الانصات، خليه المرافقه النفسيه، وتخدم وتحرك ونكون قيادي، تكون فيها صفات القياده ماشي غير الاداره. اشنو درت؟ منعت منقبات، ثم بعد اشنو اللي حققت؟ اشنو تحقق بمنع المنقبات؟ الا الاساءه لهم، الا مخالفه الدستور اللي كيحكمني وكيحكمك، الا مخالفه شرع الله سبحانه وتعالى، الا بث الكراهيه، الا الضرر النفسي لهذوك الوليدات والاباء وكذا، فاحنا فين غاديين؟
راه الاصل الحمد لله، وبه اختم، الاصل اننا المغاربه ما كانش عندنا اشكال على مر الزمن الحمد لله مع المخالفين لينا، لا في الدين ولا في الاختيارات الشخصيه ولا في اللغه ولا في، كنعيشوا الحمد لله في تعايش فيما بيننا، جميع الشرائع كتعيش في المغرب على مر السنين. النصارى كعايشين معانا الحمد لله، واليهود راه عايشين معاك، والملحدين كاينين، العلمانيين كاينين، كل شيء كاين، والتدين راه هو الاصل الحمد لله في المغرب، والبلاد راه محكومه بالتدين بشرع الله باماره المؤمنين، وهو نظام حكم اسلامي. خلي الناس يتعايشوا، هذه الصوره حنا كنوصلوها للوليدات، كندوزوها للتلاميذ والتلميذات، انه يحترم غيره، اذا شاف غيره مختلفه في الدين، مختلف معاه في الدين، مختلف معاه في اللباس، مختلف هكذا، احترمه، ما يعنيش انني راه قبلت الخطأ الغلط اللي دار، ولكن راني كنحترمه وتنقدره. السياح اللي دخلوا لبلادنا مرحبا بهم، على الراس والعين، يعني كيتعتبروا معاهدين، ومستحيل يتمسوا لا في دينهم، لا في عرضهم، لا في مالهم، لا في شرفهم، لا في حتى حاجه. لكم دينكم ولي دين، خطوط حمراء في الدين نعم، لكن تتعايشوا معاهم، خلي الصوره تكون زوينه. خلي الامن سائد في البلاد، علاش نوضوا حنا النعارات من والو من فراغ، حنا ما مساليش لذاك الشيء. ما مساليش لذاك الشيء، بنادم مشغول مع غلاء المعيشه، مشغول مع خوتو في بلاد العزه وشنو اللي واقع ليهم، مشغول مع طلاه فاش مشغول. مشغول انك تنزل اجراءات وتنزل المشاريع ديال الوزاره اللي غاديه باش تحاول ما امكن ترفع من النيفو ديال التعليم وترفع من الصحه وترفع من، وحنا كنشوفوا شنو اللي واقع في هذا المجال. فبحال هذه السلوكات وبحال هذه القرارات ما كينتجش عليها شي حاجه ديال الخير نهائيا، ولا اظن بل لا اعتقد، اكاد اجزم انه غيكون هذا قرار مؤسساتي مضبوط جاي من الفوق، لا اظن بل اعتقد، كنقول اكاد اجزم، غالبا كتكون قرارات شخصيه من هنا وهناك وهنالك. هذه القرارات ما خاصهاش تتكرر لانها كتمارس العنف على فئه معينه من التلاميذ، والعنف ممنوع على جميع التلاميذ وعلى جميع الناس، ممنوع العنف بنص القانون وبنص المذكرات المنظمه للحياه المدرسيه والمنظمه للشان التربوي. الله يرحم الوالدين، عطاو البنيات حقهم، ورساله لهذوك البنات ولاي بنت محتجبه من المقالب، ولاي ولد غادي يلتزم ولا غادي يستقيم، ولاي استاذ ولاي استاذه من الناس ديال المواد الحامله للقيم، لا التربيه الاسلاميه ولا غيرها من المواد. فلنضرب نموذجا، ما كيعنيش اننا كاملين ولا متكاملين، كلنا عيب، كلنا كالقمر له جانب مظلم، كلنا بعيوبنا وباخطائنا وبزلاتنا، الله يسترنا والله يغفر لنا في الدنيا والاخره، ولكن كتحاول ما امكن تكون نموذج زوين، كتحاول ما امكن توصل بالتي هي احسن، كتحاول ما امكن تسد الثغر الذي انت فيه. فدائما سد الثغر الذي انت فيه ولتكن لك كلمه في نصره الحق. ما تخلوش بحال هاد البنيتات يتعرضوا لهذا الضرر بحال الطريقه هذه، ولا اي وليد، ويشهد الله اننا كنوقفوا الحمد لله مع كل شيء قدر ما نستطيع، ونفوض امرنا الى الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله.